أنا بسألك على رسومات السيريا. Thank you.
نفس الكلام قلت لك فرصه لاعب الفصل الثاني في هذا الفريق هسه كيف؟ هذا نصف الدوري يكون جالس ونصف الدوري الثالث يعني معناه هذا الشهر يكون في نصف الدوري يكون جالس هذا موجب وهذا الثالث نصف الكره الثاني الاكل يصير هذا الثالث وهذا موجب اذا استعرف عندي راي يتناول ان هو متعلق على الثنائي مره يكون باتجاه الامامي في المره الثانيه ومره يكون باتجاه الخلفي او العكسي في المره الثانيه في هذه الحالة لنفرض أنه الموجب هو صار أمامي والثاني صار خلفي إذا أنا أحسب من يتكلم شو يطلع لي؟ يطلع لي بس الأمامي إذا شفت الموجب الخارجي يعني راح يكون بهذا الشكل يعني مثلا فقط أطلع لي القيم الموجبة فقط القيم الموجبة إذا ردت أنا أخذتها تطلع لي ضجة مستمرة يعني بهذا الشكل يعني لا يستخدمون يسمي هذا مقرر هذا مقرر راح نستخدم أكثر من ثنائي في هذه الحالة إذا هذا السؤال هو سؤال سبعة يقول ماذا يحصل للإمام والترجم بلا وضع في طريق في طريق ثنائي بدوري في شو يقول؟ يقول راح نحصل على تيار موحد استجابة بحصول تيار معدل من هذا في هذه الحالة نستخدم الثنائي كاختفاء كمعدل يعني ما نحاول التيار المتناوب من الاختيارات مستمرة طبعا معدل نفس الانسياء على نفس الكلام بالنسبة لي واضح هذا الكلام هذا بالنسبة لي السؤال الإنجابي هل ايضا سؤال احمد يحيى يسالني عن حزب الحلول وقالت بس انا بسيطه احمد من الفطر. الحقيقه حزب الحلول عباره عن طقس زجاجي مختبر هذا عليه عدد هائل من الخصوص اللي تقبل بكره مدعمه داخل المغزى يسمى هذا العدد اللوح الزجاجي راح تحزه بشكل فهذا الخصوص راح تطلب صفحه مثلا فاز يدخل منها الضوء يدخل منها الضوء اذا نستخدم هذا المحزز بشكل عادي ونقطع ونخلي الفسوس باستخدام الفارس المدبب للماس نستخدم وهي كل الكره يسمون عليها خليفه اسود كلها تشوف لها الوقت يسمي الفسوس هذا المنطقه اللي يمر منها الضوء اللي تفتح بين كل حد يعني ما تصير هنا تفضل يا استاذ الو السلام عليكم. نعم أستاذ عندي 232 صح 232 واحد فقط محزز وراح يشوف فاذا راح يكون عند العرض واحد يعني اذا واحد عليه يعني بعد يجي يستعمل
مطلب وجه واحد، ما يفرض على المحدث يحدث اياه ويحدث اياه الى الوان المكونه ايضا لا اكثر. وايضا اللي يهمنا موضوع ملف حديثنا يعني هو قياس الطول الفوقي وتعتبر استخدام الفرد محدث بالاعتماد على ضغط الهروب اكثر بكثير في قياس الطول الفوقي. اذا شلون يستخدم قياس الطول الفوقي؟ قاعد في بلد مخليه على قاعده مقاس مرسوم على قاعده سبكتور حكم النمط اللي حاصل من الحدود وثم يساعد اكثر حدود اضاءه اضاءه معناها معنى انا اسميه معناها سردي اضاءه معناها قدس مضيء قدس مضيء وفي هذه الحاله اذا كانت مضيء بيت ما تكون مسار محتمل لان عليه الحمد اللي في نفسه محتمل معزز فالشرط مالها هو دي يساعد اكثر من يساعد 1000 الكتر اذا كنت تحكي على قدس المكان ممكن ممكن نقل في هذا المعزز الأشعة الموجودة هذا محدث راح أعطيك شوف هنا أنا أشوف أكثر الأداء هذا ما تختار هذا الغدو هنا هذا الغدو المضيء هذا الغدو المضيء جدا مضيء طبعا يصير أغلى صار عندي إذا ما أشوف أغلى إذا أضرب الأشعة إلى اتجاه هنا طبعا يصير أكثر متلون في مثل هذا الغدو الرابع عندك صار فنكتب هنا بس هو يساوي اس لحظه هذا داخل اتبعنا من عدد فالاندر قويت لابد من نكتب ام زائد واحد ومن عندنا بطل اطلع لحظه يساوي اس يساوي على وهذا الهمية الهمية رتبة المدن المضيف يعني دائرة الرتبة الثانية الثالثة هذه المدن وهذا مثلا يقول رابع هو المضيف الرتبة أربعة هذا هو العلاقة جدا بسيطة لاستخدام في موضوع المحزز وإذا بدنا نحل السؤال جدا بسيط على المحزز يعني إذا نحل السؤال إذا موجود سقط ضغط الحرب الدوري جدا فيديو في إعلامنا جدا فيديو ليكون اليوم طول موجود 630 الحدود المرتفع الاولى والثانيه زائد المرتبه الاولى والثانيه يعني يريد ثلث من الاطوال فالثقه لازم تكون عليها تعتمد على مقدار الاطوال الموجود ولا عندي ملاحظه جدا مهمه اللي هو الزاويه الثالثه للمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه يعني انا هنا مره واحد ومره اجي هنا اثنين منطبق واحد لكن عندي ملاحظه جدا مهمه احب اقولها قبل هذا هنا من الحدود واحد على عدد الحدود في السنتيمتر، لاحظوا شلون؟ فلذلك النمو من المطبق للارض بحيث تكون في السنتيمتر، لا تنزل فما يصير اطبقها بالمتر ولا بالنانومتر، فما عندي نانومتر، فالنانومتر شو اسوي؟ اضربه في 10 سبعة واحول الى سنتيمتر، وفي 10 صار 7 ويتحول الى متر، فهذا خلوا اخباركم، هذه القاعده هذه القاعده خلاص لازم تكون الاقدام بالسنتيمتر من 1 على سنتيمتر، يعني يصير معه 1 على سنتيمتر ناحية عند الحدود فيطلع لي سنتيمتر، فالسنتيمتر يطلع لي يكتب ايش؟ بالسنتيمتر، فهذه الملاحظة مهمة جدا، كاس القطبي الطول الموجي يعطيني زيت أقل من كاس القطبي اللي أنا بحكيه 632.38 من 10 نانومتر ومعطيني مطلوب أيضا على الحدود أجل الثلاث بعد ما نحن نسميها نفس المحزز 6000 حزز
سبعة ستة ثلاثة اثنين فاصلة ثمانية في عشرة أقساط سبعة في ستة على في ستة على وراح أطلع قيمة الستايل وأطلع قيمة الزاوية إذا كان واحد وإذا كان اثنين نفس الخطوات جدا ومطلع الاثنين مرة أخرى هذا بالنسبة للاستمرارية بس نعم بس لا يكفي نعم بس الطلع ستة على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ يا أهلاً فيك. كل حسن. أستاذ عندي بس سؤال أريد تشرح لي تجربة يوم. تجربة يوم. إن شاء الله راح نتكلم عنها عندك بالسؤال أيضاً تجربة يوم سنة ثانية. ما يبي تجربة السؤال. نجاوب عليها. إن شاء الله. تجربة يوم. صح. شكراً. يا أهلاً ورحمة الله وبركاته. يا أهلاً وسهلاً. فإحنا بالنسبة للاستقطاب الضوء ما اعرف هو الضوء هو موجه مستقبل موجه هو الى ان يجي في الاخير يعني مؤثر بانه الضوء هو ايش؟ هو ضوء موجه يعني مستقبل ليش موجه مستقبل؟ لان لو احنا نعرف مؤكدا المجال الكهربائي ممكن ان تستوي باكثر من مستوى عشوائي وعمودي على سطح الشارع الموجه لكن لو كانت لو كان عندي موجه طوليه لمجهودنا في هذه الحاله ما راح استبعد يعني التزايدات يعني مستوى اتوقع هو فقط كان موجه فهي لا تستقر اذا الموجات اللي تحتاج باكثر مستوى عمودي على مجال الكهربائي يحتاج باكثر مستوى عمودي على خط الاتصال الموجه يسمونه ضوء المدار المستقر واثبت هذه العمليه ان الضوء هو موجه مستقر وليس موجه كليه اذا لكن الضوء المستقر هو الضوء الذي تحتاج به مركبه المجال الكهربائي اكثر من مستوى عمودي على اتجاه الشارع الموجه. سؤال؟ سؤال في شو؟ ثواني؟ تفضل تفضل يا عفو 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 نعم تفضل يا عمي نعم يا هلا بيك يا اهلا وسهلا بك صالح هلا يا فصل يا صح هذا اللي ما اسمع صوت مو واضح كذا طبعا يعني الوقت يستعمل الوقت يستعمل الاختيارات نعم يمكن تستعمل اثنين الاختيار رقم سبعة تطول منطقة الاستفزاز نعم تطول منطقة الاستفزاز الثنائي بواسطة ايش؟ إعادة الامتحان التنمط الحي جميع احتمال الاختيارات جميع احتمال الاختيارات لأنه هذا يرفع لها الاختيار الاخير يكون اختيار الواحد، اختيار الواحد هو اكبر من اختيار القاعده واكبر من اختيار الجاده. طبعا اسمع كل اختيار اكبر من اختيار القاعده نعم المقياس ايضا نعم يكون دائما اقل هاي في اقل من اختيار القاعده وعندنا ما ما نختار ما يكون اكبر من اختيار القاعده دائما. نعم الاختيار التاسع الاختيار التاسع فالمقياس الاختيار القاعدة أو الاختيار الثاني يكون دائما أكبر من اختيار القاعدة أو أكبر من اختيار القاعدة نعم والاختيار الثاني أي بي أكبر من اختيار القاعدة هذا لا خطأ في اختيار بي اختيار سي أي بي أكبر من اختيار الجامعة هاي بي لا مثل الاختيار الأول هو المستقبل فيكون الاختيار أكبر من اختيار القاعدة بعد الاستمرار
تبدو مصر قرار حديث فقط، فأنا مثلا أجتمع أصبح ولا شبه السرية. هنا إذا تأكد أن نأخذ على الله وأن يقول عليها على الله مش فقط. طبعا هو على شوائيات بس أن نفهم أخذ نأخذ فقط مرتبية، المرتبة العمودية واحدة واحدة بشكل، والمرتبة الأخرى العمودية اللي هي واحدة بالضبط. يعني خلينا نقول الإجماع اللي نفهم عليها هذا مرتب بس، هاي مرتبة وهاي مرتبة، فنجمعهم كلهم ونقول هذا الله غير مستقر، لاحظوا؟ إذا أصبح الله ولا شيء، الله غير مستقر، يعني الحزبية أكثر مستقرة وعشوائية وكلها عمودية تجاه الشهوات، هذا مثل تجاه الشهوات، هذا غير مستقر. مثل طبق الشيخ في المصاحف من يجي على الضوء المستقر لا راح يحتاج لمستوى واحد فقط فراح يلغي له هذا الوضع اذا عندي نوع من انواع الوضع يقول الضوء غير ضوء غير المستقر كلي في استوائي هذا هو او النوع الاخر شو سويت؟ نحن فقط واضح؟ من اجل الكلام الموجود عندنا يقول ان الضوء غير مستقر هذا هو الضوء مستقر فان شاء الله بعد ما ناخذ فاصله قصيره راح ارجع ان شاء الله